في تنسيقية المواطنة تطالب بتعديل قانون بناء الكنائس، وكانت كمال سليمان أكد المقرر العام للتنسيقية بأن هناك مأزق بعد مرور عام من اعتماد قانون بناء الكنائس يتمثل في عدم تقنين أوضاع الكنائس القائمة والمبنية بغير ترخيص على امتداد عقود، وأمام عدم الموافقة على ما تحتاجه الكرة والنجوع في صعيد مصر، التصدي إنه كان مطلوب التصدي من جهة الإدارة. المهم إن ده كان يا جماعة مؤتمر للمواطنة، أقيمت فعالياته بمقر الحزب المصري الديمقراطي، ومن ضمن الحضور اللي حضروا هذا المؤتمر الأستاذ كمال زاخر مؤسس التيار المسيحي الألماني. أستاذ كمال، برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب قول لنا إزاي تم ترتيب هذا المؤتمر، وإنه عقد في مقر الحزب المصري الديمقراطي، وبرضو إيه اللي خرجتوا بيه من بعد هذا المؤتمر، يعني الخطوة الثانية؟ هذا الاجتماع أو المؤتمر الصحفي نعم هو بين مرحلتين، بين مؤتمر تم عقده قبل عام في أغسطس 2016 تحت عنوان تنسيقية المواطنة ومشروع قانون بناء الكنائس، لأنه في هذا التوقيت كان البرلمان بصدد مناقشة المشروع اللي تقدمت به الحكومة مرتبط بتنظيم بإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس. نعم. واحنا حصلنا على مشروع هذا القانون ووجدنا فيه العديد من الملاحظات اللي هي تجعله مشروعا لعدم بناء الكنائس. تمام. وبنرى في هذا التوقيت انه التدوير لشروط العزل الباشا اللي صدرت في 1934 واللي كانت ايضا شروط تعجيزيه تجعل من بناء الكنائس امرا مستحيلا. نفاجأ بانه بعد مرور كل هذه الاعوام من 34 ل 2016 يقدم مشروع بيحمل نفس المعنى، وان كان بتحديث في التعبير والتفات حول المعاني. المهم في النهايه قدمنا اقمنا هذا المؤتمر في 2016 وحضروا العديد من الفقهاء الدستوريين من المسلمين قبل المسيحيين وكثير من الفعاليات المدنية والحزبية في هذا التوقيت. نعم. وانتهينا إلى 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 صياغة الاعتراضات، وإنه في خطر إنه هذا الكلام يعطي للإدارة أو هذا القانون يعطي للإدارة بشكل أو بآخر متمثلة في جهاز الأمن إنه يوقف حتى موافقة رئيس الدولة. وبالتالي قدمنا هذه المخاوف وهذه الاعتراضات في توصيات المؤتمر وقدمناها لرئيس مجلس النواب. نعم. وقلنا له يا ريت يعمل جلسه استماع او جلسات استماع لذوي الشان وللخبراء والمعمومين من الاقباط باعتبارهم هم المخاطبين بهذا المشروع واصحاب مصلحه في انهم يدوا رايهم صحيح بشكل قانوني ودستوري، ولكن لم يلتفت الى هذا الطلب و تم الموافقة على مشروع القانون وتم إرساله للسيد الرئيس للتصديق عليه وإصداره كما تقضي بذلك القواعد التشريعية. فذهبنا إلى مكتب السيد رئيس الجمهورية بنفس الكلام ونفس الأوراق ونفس المخاوف، وناشدنا سيادة الرئيس بصلاحياته أن يعيد القانون مشروع القانون مجددا إلى المجلس، ولكن صدر القانون دون اي تعديلات. مين اللي راح والتقى بالرئيس؟ يعني كان مجموعه ممثله؟ لا مش الرئيس، كان في مكتب الرئيس. في مكتب الرئيس. السيد اللواء احمد بهاء جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الامنيه في هذا التوقيت، وكانت جلسه يعني وديه وتفاهم وجهه النظر، ووعد بانه هذه الاوراق سيعرضها للسيد الرئيس. اللي راحوا في هذا اللقاء كانوا ثلاثة: الأستاذ كمال سليمان اللي هو مقرر المؤتمر الأخير، نعم، والأستاذ نبيل عزمي المحامي بالنقد وعضو مجلس الشورى السابق، وأنا. تمام. وبالتالي نعم. أيوة فندم. وبالتالي يعني كانت خطوة المفروض إنها تؤخذ في الاعتبار، ولكن لم يلتفت إليها أحد. واعتبرنا انه هننتظر، قالوا لنا استنوا، لا التطبيق هيكون كويس وهنراعي كل الكلام ده في التطبيق وكذا، ولكن جاءت الرياح بعد سنة. نعم. لا تشتهي السفن بعد سنة.
تمام. وبالتالي وجدنا انه لابد باعتبارنا مجتمع مدني ان احنا نطرق على ابواب الاليات المتاحه لنا كاتصالنا بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والذي رحب باستضافه والمشاركه مش فقط الاستضافه والمشاركه في المؤتمر الصحفي اللي هو زي ما بقول لحضرتك ان هو حلقه بين حاجتين، هو امتداد للمؤتمر اللي عقد السنه الماضيه وتمهيد لعقد مؤتمر عام لكافه القوى السياسيه المصريه العامله على الارض لمناقشه هذا الامر بشكل اكثر توسعا واكثر تخصصا، وسيشارك فيه فقهاء دستوريين ايضا وقانونيين من كافه الاطياف. وبالتالي كان هذا المؤتمر الذي عقد بالامس يعني في هذا في مقر الحزب. وتكلم فيه الكثير من المشاركين والحضور. طيب السؤال بيطرح نفسه طبعا، يعني استاذ فريد زهران نعم بنحيي طبعا ونقدر كل هذه المجهودات، ولكن دايما السؤال اللي بيطرح استاذ كمال، يعني انتوا المره اللي فاتت لما حاولتوا محاولات كانت جاهده جدا مشكوره في انه يخرج القانون بالشكل المرضي بالشكل اللي يعني يحل لنا المشاكل، وحصل القعده معاكم وانه مستنوا التطبيق وكل ده، وانه احنا ما زلنا لغايه دلوقتي بنعاني. فالسؤال يعني انه احنا ما زلنا بنكلم نفسنا، ما زلنا بنعمل مؤتمرات مع بعض وبنحكي وبنتكلم، ولما بتطلع الامر للمعنيين والمسؤولين، انا يعني مش عايزه حضرتك تاخدها بان هي نظره تشاؤميه قد ما انه ده السؤال اللي بيطرح، بعد ماذا بعد طيب هذه المؤتمرات وهل في امل؟ سؤال مشروع. لا تمام. سؤال مشروع تمام. وسؤال مهم. نعم. واحنا كلنا بنسال هذا السؤال. لكن خدي بالك لازم نراعي عده امور. نمره واحد. نعم. ان احنا ما زلنا في مرحله انتقاليه لم تستقر فيها الامور بعد. اثنين، انه لعلك لاحظتي انه صدر قرار من او تعليمات وتوجيهات من السيد الرئيس لسرعه مراجعه ما تم طرحه خاصة في الصعيد، واللي أشرت حضرتك إليه في المقدمة فيما يتعلق بكنائس المنيا وغيرها، وده أمر إيجابي. الأمر الثاني أنه نحن نؤكد أننا لا نتحرك على أرضية طائفية، إنما نتحرك على أرضية مصرية، وبالتالي نصر على أن يتم التعامل مع الأقباط باعتبارهم مواطنين مصريين. وزي ما حضرتك عارفة أنه لا يضيع حق وراء مطالب. صحيح. وانه المقاومه الشرسه اللي بنواجهها كمصريين مسلمين ومسيحيين من دعاة الدوله الدينيه ما زالت قائمه، واللي بيعضدها وبيأيدها مش قليلين، وما تنسيش انه الصراع قائم ما بين هذه القوى الرجعيه وما بين القوى المدنيه اللي بتنشد ان يكون لدينا في يوم من الايام دوله مدنيه بحصر المعنى. نعم. هذا الصراع ما زال طيب. قائم، وعلينا ان احنا لا دي التحديات يا استاذ كمال، يعني دي التحديات، لكن ايه اللي مثلا اللي خرجتوا بيه بعد هذا المؤتمر؟ هل هيكون في برضه تواصل مره اخرى مع مسؤولين من الرئاسه، وخصوصا ان احنا شفنا دلوقتي الخبر اللي بيتقال على موضوع اجتماع المحافظ المنيا مع القيادات الامنيه ان ده كان بتوجيه من الرئاسه وان الرئاسه عايزه الامر ده يتحل، فهل ده الخطوه اللي هتعملوها؟ نعم دي خطوه ايجابيه اللي لازم نبني عليها. الامر الثاني نعم انه خدي بالك انه نحن لا نطالب بتمييز للاعباط، انما فقط ان يعودوا مره اخرى الى قاعده المواطنه. صحيح. انه القانون هو الذي يحكمنا، خاصه وان الماده الدستوريه التي كلفت البرلمان في دور انعقادي الاول باصدار قانون لبناء الكنائس كانت انتهت بكلمه مهمه جدا، بما يكفل حريه ممارسه الاقباط لشعائرهم. نعم. فإذا الهدف من القانون ليس فقط تنظيم بناء الكنائس. صحيح. لكن الهدف من القانون بناء الكنائس لضمان حرية ممارسة الأقباط لشعائره. فهل ما نراه الآن حقق حرية ممارسة الشعائر؟ هو نعم. السؤال واللي بنبني عليه إصرارنا على مواصلة تفنيد كل ما يقال في هذا الأمر. إذا نحن مواطنين مصريين
نستخدم حقنا المشروع والدستوري والأممي أيضا، لأن احنا لابد أن ننتبه أن مصر موقعة على وثائق أممية من الأمم المتحدة تكفل كل هذه الأمور وتعد في الترتيب القانوني في مصاف الدستور. طيب. وبالتالي لا نستطيع أن نخالفها. صحيح. يعني مهما كان الأمر لا نستطيع أن نخالفها. طيب. نبني على هذا كل تحركات. دلوقتي في جزئية تانية ليها علاقة برضو بموضوع القانون، وكان في تصريح للدكتور نجيب جبرائيل انه كان بيقول انه القانون مش محتاج لائحة تنفيذية، وانه هو بيعتبر ان القانون معطل منذ اليوم الثالث لصدور من يوم التالي لصدوره في 29 سبتمبر من عام 2016، على اعتبار ان هو كان مفروض يطبق، لكن الحكومة ضربت بقرار الرئيس السيسي عرض الحائط لم ينفذ القانون، ظل القانون معطل في أدراج المحافظين يتعللون بأنه لا توجد تحت أيديهم لائحة تنفيذية لتنفيذ هذا القانون. إلى أي مدى حضرتك هل طلعت على الخبر ده؟ هل برضو ناقشتوا الدنيا دي؟ طبعاً طيب إيه بقى؟ يعني ده صحيح فعلا إنه لما إحنا ما شفناش حاجة بسبب الموضوع اللائحة التنفيذية؟ نعم. شوفي، نحن نعاني من الدولة العميقة البيروقراطية. نعم. لأنه الموظف المصري الأراري بالتعبير المصري يعني يستطيع أن يوقف المراكب السايرة. إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لدى صاحب القرار سواء على مستوى المحافظة أو مستوى آخر، فإحنا أمام مشكلة حقيقية. ولذلك أنا أتصور أن الأمر يحتاج إلى حسم في تنفيذ القانون. أيوة، يعني حضرتك تأكدت أستاذ كمال أنه فعلا موضوع اللائحة ده هو اللي أعاقت أن احنا نشوف أي تقدم أو أي حاجة؟ كثيرون من السادة المحافظين بيقولوا هذا الكلام، أنه احنا ما عندناش لائحة تنفيذية. وطبعا بما أنه هو بيتعامل مش بحس سياسي ولكن بحس بيروقراطي، فبيجد في هذا الأمر، لأن عنده مستشارين، فلما يجي يسألوا معقول ايه يقولوا له قول ان ما فيش لائحة تنفيذية. يعني احنا كده في كارثة اخرى، يعني احنا كده في اطار اكثر. لا، مش كارثة، انا مش متخيلة كارثة، لكن هي جرس انذار لانه نعيد النظر في بعد سنة الحكومي وفي طريقة عمله. يعني بعد سنة يا استاذ كمال هنتكلم على ان احنا ما عندناش لائحة تنفيذية لهذا القانون، عشان كده ما شفناش اي تقدم. دي لا حقيقي كارثة. معلش، ان انا هقول لحضرتك بس معلش، انا طيب. انا دايما يعني بأتهم باني لدي قدر كبير من التفاؤل، لاني انا قارئ للتاريخ بشكل او باخر. نعم. واؤمن ان حركه التاريخ ستجب كل هذا. يا رب. شوف يا ستي، احنا قدام معركه، والمعركه لابد ان ننتبه انها محتاجه نوع من الجلد والمثابره. سنه ونصحح الامر خير من 10 سنين وما نصلحش الامر. طيب. فاحنا قدام يعني في معانا قوة شعبية مهمة مصرية مسلمة ومسيحية ومن كل الأطياف بتؤيد حق المصريين في حرية العبادة، وده أمر مش سهل، لأنه أنت عندك موروث بقاله قرون طويلة، من ربما كمان مش بس قرون طويلة، ولكن أنت من ساعة ما عرفتي الدولة المدنية بمقاييسها في هذا التوقيت 1805 مع محمد علي. نعم. ونحن نعاني من هذا الأمر، وإحنا طرحنا هذا الكلام في المؤتمر امبارح، طرح تاريخي، وقلنا إزاي إنه حتى الصراع ما بين الملك فؤاد وبين حزب الوفد كان بينحى بهذا الاتجاه، حتى إنه كان بيحلم إنه يرشح أو يعين أو يصل إلى منصب خليفة المؤمنين. فده أمر مش سهل. احنا قدام معركة ثقافة ومعركة فكر ومعركة ذهنية مستقرة في الشارع، مش بس قانون، اصل القانون لوحده مش هيتنفذ، مين اللي هينفذه؟ انا باخد النموذج برضو بتاع الكنيسة قرية الجلاء اللي كانت في سمالوط برضو، وانه بالرغم من انه كان قرار جمهوري ولكن وقفوا قصادها برضو، فين على بال اخدت لها قد ايه على بال ما تتحل للأسف. فاحنا فعلا امام نعم هو احنا فعلا زي ما حضرتك اشرتي بالظبط، امام ثقافه سائده. نعم. علينا ان احنا نعالجها ليس فقط بالقانون، ولكن بعمل طويل المدى وشويه صبر كما تعودنا. نعم. في تاريخنا كله، وفي النهايه لا يستطيع احد ان يقاوم النور.
بإذن الله يا رب. أنا بشكرك لكل هذا الإيضاح، ونأمل فعلا إنه يكون في خطوات، وزي ما حضرتك ذكرت برضو إن يعني الاجتماع اللي كان مع المحافظ ده بارقة أمل، تعطينا أمل، وإنه نأمل إن التفاؤل اللي عند حضرتك ينقل لينا جميعا يا رب. بشكرك شكرا إن شاء جزيلا الله. الأستاذ كمال أشكرك أشكرك. زاخر، مؤسس التيار المسيحي العلماني. طيب ده يمكن كده بالنسبة للقانون بكل جوانبه. هننتظر بقى كمان ماذا، يعني ماذا ستكون نتائج الاجتماع، ونأمل إن هي تكون في القريب العاجل، ونأمل إنه يبتدوا بالكنائس اللي آخر كنيسة إن المسيحيين بيصلوا في الشارع في قرية الكرم، وبيعملوا الاحتفال العذراء والقداس في الشارع، مدارس الأحد في الشارع. أعتقد يعني إن دي زي ما قلنا وبنأكد وبنكرر شكلها وحش جدا في حق مصر وفي حق مواطنين مصريين مسيحيين ليهم حقوق في إن هم يصلوا. فنتمنى يعني يكون في حلول قريبة بإذن الله.